زاني جاب طبيعي. هاي بس موزة جيم حياته يا سيدي تدي بسلام زاني. كان يوم. ليش الحيوانش لا تحيوانش لا حليه. يا سلام بري فارم بنتي. بري فارم بنتي. تحياتي بس ما تصورين مو له بلا فيديوهات مع عفوي برا برا ذكرى اريلو برا ذكرى بريولا تبي شيء يعني ليش باش باش تنقول كل ما يا مو هو شكر كيا مو هو شكر كيا هو يا امانه انت عم مو شو جي ور رام بو متابيت متابيت بس هانك جبر لازم ها اري والله واش ديك واش يا ندان حيو الله ده 5 مليون دابا يا خديو كيلي دابا ده بس بلاش نادي لا كو امانه لكم بكريم قوم نكار يا اخي امانه انا قربانه وبخينا خبده شو امانه لك امانه لا قرباني بلدك قلت قرباني بلد شنو كيلو شوكي هناك يا مال شنو قلت لي يا هيك قلت له روش اللي قال قول لي شو هيك قلت لنا جور ما قلت لنا جبو ها ها عليه عليه ولا هدي يا ولد ازي ابو امير ما بس انا قلت لك اللي قال لنا ما يجي ابو هي تبقى ها بابا ما نبي نبي شو بدك تقولوا تمام تمام بر 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 برا 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 يوسف برا 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 او تشقا غران هذا ابو اباتي دقش اشتاك معايا شنطه هاني تمام بريز مو ياك عندك شنطه مبدا ماشي اي كرسي بطانيه مش عم يعني ويا قورجيا ويا يلا كلها صار ومي كلها صار ومي ايوه فيسبوك يجيك يبان ها بره بره حنكات خلو كيف اخو ميزي طعم ويكم بحسابات ام حقلينا ام زايم بيشوف مشكلة ان شاء الله وعلى العجين
يلا ابو مريم. هلا هلا ميت فله، هلا بالشباب. هلا ابو مريم، شلون الصيد اليوم؟ اوه غير شكل. كم فرق سحبت ابو مريم؟ شي 20 الحمد لله. يعني اليوم راح نتعشى سمك. اليوم سمك اليوم. شي طيب. زازان. ربعنا اصدقائي البارحة العصريات صورنا الشباب بالدرون. ما اعرف انا ما صورتون فكرة الطيارة للدولة عاد عم بيراقبن. هاي تنفرجي تنصور السمكات اللي صدناها زي. انا اصدقائي هون جينا لمنطقة قريبين على بعد بين حسن كيف وكرجوس تقريبا. هذول أصدقائي، هذول استنى السمكات صغار تشوفون. طبعا اصدقائي بالليل ما صورنا، والله بالليل ايش بعرف، كنا ملبوكين شي بالصيد وكان عتمه. عياردك عياردك طبعا اصدقائي فايدة التفاحة كلها بهاي هي. شو بالك؟ هي والبزر تاع كله تعملوا هالفنة. فاضي ما؟ فاضي. علقت في شيء خشبي. صوت اخطبوط ابو مريم. ايوه. عم ننظف. عم ننظف النهر. والله لازم بلدية باطمان تكافئنا يا ابو مريم. شلون الاخطبوط؟ ما شاء الله ما شاء الله. ور 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 ده نفلت يا ابو مريم. انت يفلت يوم انت مجنون انت ثبتوا عم تصور شي ناهي شي لاهي على الملاهي. ابو مريم الملك كيلو ونص. هذا فرق هون مكان صيد بوني. يا الله العظيم يا يو ما فرق يو طلع يا ايش في سمك ما تعرف يا وحش ابو مريم. طبعا اصدقائي هون هاي جديد غيرنا محلنا جينا لهون استفتاحيه طيبه فرق كيلو ونص حلوة طيبة. تاني عم ينقرب مريم تبي يقوم افتح لي شوي مشان اقوم اجيب الثاني. يلا شلون رحلة اليوم ابو مريم؟ والله غير شكل. حفظنا المكان الصيد يا جماعة، نحن اول مكان قعدنا فيه اول مرة موش الزيادة كان؟ كان في شيء. ايه والله الاسبوع الجاي لنا لقاء آخر مع السمك إن شاء الله. إن شاء الله. أطلع لي.
بطلع لي حلوة. هيك نطلع طلعة هيلة. هو رياضيا احنا بمريم ولا يهمك. انت رياضي عمو. انتهت رحلة الصيد لليوم اصدقائي. صدنا منيح قبل ما اخر ساعة زمان. صدنا لنا كم فرخ مرتبين. قسمناه وانا ومريم بالنص. تنتعشى سمك اليوم. اي والله. اي والله. كانت رحلة ممتعة. لا حاليا حاطين بالغيار الاول. طبعا جت لنا طلعة قوية. بعد هالتعبة. طبعا والله الشيء اللي متعبنا مريم ما نمنا من البارحة ها ولا ما في شيء تعب له. اه لا بدنا ننطلق عند الشباب اصدقائنا اللي جينا معهم سوا. نشد الرحيل نرجع الى موطننا الاصلي. تعالوا شوفوا لي هالطالع. كنا هون اليوم طبعا الشباب جايين قبل هالمره لهون. انا هاي جيتي الاولى لهالمحل. محل مرتب والله. احترقنا حرقه اقسم بالله. بدي اروح على البيت اهلنا ما راح يعرفونا الا من السواد. لا يا زي ما وصلنا لهون جينا كثير. طبعا الارض اصدقائي كلها شوك. جراباتي شوك وجري وحل وكله الخفة وحل. جرينا الجار وحو بس يلا عادي ضل لنا ذكرى. طبعا اخر محل رحنا قعدنا فيه كان فيه شفنا حيتين والله. حيتين مو افاعي كوبرا يعني بس حيات صغار. أنا أصدقائي شوف هذا أنظف طريق نمشي فيه. ها ما فيش طبعا. يا بسم الله. حر حر حر. عن هون البي ام كا شباب هنا كسنا هاتي يا مريم أمشبوشاتنا. هاي البي ام اصدقائي اللي جينا فيها. هلا تنحترق لسه من ورا اللي تيركب. تعال امه دعت عليه. انا قاعد عند الفياني هون. كنا معك من ضيعة الدفنة تابعة لمقاطعة حسن كيف التابعة لمدينة باطمان. هاي كنا هون صورنا لكم رحلة اليوم. ما بعرف ممكن نشاركها على قناة اليوتيوب ممكن لا. كانت رحلة ممتعة متعبة كانت شوي. لنا لقاء قادم إن شاء الله في هذا المكان في الأسبوع القادم. دمتم في أمان الله. سلام.